السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد. بيان هام من وزارة الإسكان بشأن كراسات الشروط المتداولة لمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة وتفاصيل وشروط التقديم. قبل بس مبدأ الفيديو بفكركم بلايك على الفيديو واشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو. إليكم تفاصيل الخبر. نفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم السبت صحة كراسات الشروط التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والخاصة بالوحدات السكنية بمشروعات سكن مصر، دار مصر وجنة، والمقرر طرحها للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة. وأكدت أن جميع كراسات الشروط المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غير صحيحة على الإطلاق، وسيتم نشر كراسات الشروط غدا الأحد 19 يوليو 2020، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما سيقوم الصندوق بنشر فيديو توضيحي لآلية التقديم للوحدات السكنية الجديدة عبر منصاته الإلكترونية المختلفة ممثلة في موقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط الإلكترونية اللي هسيبها لكم دلوقتي في صندوق الوصف. وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق وما يتبعه من منصات إلكترونية هو الجهة الوحيدة المسموح لها نشر المعلومات وكراسات الشروط حول المشروعات المختلفة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن للصندوق الحفاظ على حقوقه تجاه نشر هذه المعلومات، مطالبة جميع المواقع الإلكترونية بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات ونشر معلومات مغلوطة حول مشروعات الصندوق المختلفة. وأوضحت أنه يتم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمواطنين من متوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100 متر ل 150 متر كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمعدلة بتاريخ 19/3/2020، وذلك لإتاحة التمويل لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقصة سنويا لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري. وأشارت إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بتسع محافظات، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، أسيوط، دمياط، المنيا وقنا، ضمن مشروعات دار مصر، سكن مصر وجنة، حيث يتم طرح 575 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 130 ل 140 متر بأسعار تتراوح بين 672,945 و981,750 جنيه مصري بمشروع دار مصر بأربع مدن جديدة: 15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، وحدائق أكتوبر. ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 ل 150 متر بأسعار تتراوح بين 754,800 و1,674,270 جنيه مصري بمشروع جنة بأربع مدن جديدة: 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، والشيخ زايد. كما يتم طرح 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 ل 118 متر بأسعار تتراوح بين 364,000 إلى 948,454 جنيه مصري بمشروع سكن مصر بخمس مدن جديدة: أكتوبر الجديدة، المنيا الجديدة، غرب قنا، ناصر غرب أسيوط، القاهرة الجديدة. وقالت مي عبد الحميد أنه سيتم فتح باب سادات مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المرفقة بالموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من غد الأحد الموافق 19/7/2020 وحتى الخميس الموافق 20/8/2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية
الإلكترونية للصندوق اللي هسيبها لكم دلوقتي على الشاشة، وذلك وفقا للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث سيقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية. وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية SMS لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع. يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المسجل بالموقع الإلكتروني نظرا لورود عدد من المراسلات عليه خلال مراحل العمل المختلفة على الطلب، حيث تتضمن الرسالة رقما كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل. ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج أو الزوجة إن وجدت. ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والموضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة البي دي اف. وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: تم إرسال طلبكم بنجاح، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها. أما عن مبالغ مقدم جدية الحجز فقد أشارت مي عبد الحميد إلى أنها تبلغ 40,000 جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60,000 جنيه لوحدات دار مصر، و80,000 جنيه لوحدات جنة. هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل لا ترد ولا تسترد، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إن وجدت. أما فيما يخص حجز الوحدات فقد أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه بعد حوالي 10 أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز ستتم إتاحة فرصة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق، حيث يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع، مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المختارة. ونوهت إلى أنه سيتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمقدم جدية الحجز. وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن سلسلة من الإعلانات التي سيقوم الصندوق بنشرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي جاءت استثمارا لما سبق أن حققته مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل من نجاح واضح، وتماشيا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم وصحي للمواطن المصري، بما يساهم في دفع السوق العقارية وتحريك الاقتصاد القومي للبلاد. وبكده يكون انتهى الخبر بتاعنا النهاردة، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. انتظروني في أخبار تانية جديدة على قناتكم إيمي وهنونة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.